ما بين ألقاب ومسميات في كرة القدم، يبقى عدد قليل من اللاعبين في وجدان الجماهير والأندية بفضل عطائهم وقدراتهم ومواهبهم وإخلاصهم. وفي تاريخ الأهلي على وجه التحديد، تجد نجوما بارزة خطفت العقول وحجزت مكانها في القلوب. من بين هؤلاء محمد عامر نجم الأهلي السابق والجندي المعلوم للأجهزة الفنية التي دربت والجماهير التي عشقت. ولد عامر في 22 من أبريل عام 1954، لعب لصفوف كفر الشيخ قبل أن يكمل عامه 13، ثم تم تصعيده للعب في الفريق الأول وهو في عامه 16. كانت دورة الإسكندرية الدولية للمدارس كلمة السر في حياة عامر، حيث لفت الأنظار وتلقى عروضا من القطبين الأهلي والزمالك، ولكنه اختار تحقيق حلم حياته بالانتقال للفارس الأحمر عام 1977 بصفقة صنفت الأغلى وقتها وقدرت ب7500 جنيه. لم يحتج الوافد الجديد لقلعة الجزيرة سوى مباراة وحيدة ليقدم أوراق اعتماده، حيث أحرز هدفا في المواجهة الأولى له مع الأهلي. لمع عامر بقوة وسط جيل ربما لن يتكرر كثيرا في الكرة المصرية، ولكنه حجز مكانه حيث نجح في جلب أول بطولة إفريقية للقلعة الحمراء عام 1982. لعب محمد عامر مع الأهلي 10 مواسم، خاض خلالها 206 مباراة و50 مباراة إفريقية، حقق خلالهم 18 بطولة بواقع 7 بطولات للدوري و6 ألقاب لكأس مصر ولقبين لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بمسماها القديم و3 ألقاب للأندية أبطال الكؤوس. اختار أن ينزل الفارس من على جواد الملاعب وهو في قمة مجده، فقرر الاعتزال عام 1987 وهو حاصل مع فريقه على بطولة إفريقيا، وانتقل لعالم التدريب حيث عمل بقطاع الناشئين في الأهلي وقاد عددا من الأندية.